اهلا بيكم معانا، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد من ميدليرن. ودلوقتي احنا هنتكلم عن هنكمل موضوعات الكلينيكال كارديولوجي، وبنكمل هنا في الباست هيستوري. خدنا البريزنت هيستوري وعملنا له اناليسيس، ودلوقتي نتكلم على الباست هيستوري. كباست هيستوري في مجموعه حاجات، 8 حاجات لازم نسال عليها، الا وهي ان باست هيستوري اوف روماتيك فيفر أو infective endocarditis sub acute يعني bacterial endocarditis, heart failure نسأل, history of infestations زي بالهارزيزس، الناس اللي هي ساكنة في أماكن كانت في زمان في بالهارزيزس منتشرة ممكن تأثر عليهم النهاردة, cardiac operations قبل كده, associated diseases هل موجود ولا لا, previous treatment of heart failure أو cardiac problems عامة, heart problems أو previous drug intake عامة. يعني في مجموعة حاجات لازم نسأل عنها في أي حالة past history في الكارديولوجي. عندي أنا لو هنتكلم عن روماتيك فيفر بسرعة نسأل على history of recurrent tonsillitis, قالوا قبل كده recurrent tonsillitis العيان, أو prolonged fever وهو صغير, arthritis, كوريا, حركات غريبة في الإيدين, أو treatment بلونج acting penicillins, دي لوحدها تشير إلى أنه كباست هيستوري يمكن يكون كان عنده إيه روماتيك فيفر. كل الحاجات دي typical للروماتيك فيفر. بالنسبة للسب أكيوت لو نسأل عن history of fever بيجات له قبل كده, هيماتوريا, أي أعراض الاندوكاردايتس, embolism, tooth extraction أو urinary catheter, الاثنين دول إيه من أشهر predisposing factors للسب أكيوت بكتيريال إندوكاردايتس اللي هو tooth extraction أو urinary procedure. Source of bacteremia مع valvular lesion, يبدأ الفيجيتيشن تتكون وتعمل الإيه infective endocarditis. فمهم أوي نسأل على الحاجات دي, إيه past history, fever, hematuria, embolism, all of this suggestive of a subacute bacterial endocarditis. يهمني أسأل على history of heart failure قبل كده, هل جاله إديمة في اللور ليمز العيان, هل حصل hospitalization because of heart failure, هل أخذ علاج بمدرات للبول diuretics, كل دي تشير إيه إلى إن احتمال الكاردياك manifestations اللي عند العيان اللي قدامي أو الكيس اللي قدامي related لإيه heart failure مسبق حصل له قبل كده, إديمة في اللور ليمز, hospitalization, استخدام diuretics في العلاج. Parasitic infestations مهم نسأل عنها, البيلهارزيزيز في الأماكن اللي كانت endemic فيها ممكن تاخد time وتأثر على الأمور كثيرة في البودي وتعمل pulmonary hypertension وcorpulmonal, وممكن لو لاتين أمريكا بنفكر في Chagas disease, هذا أحد الparasitic infestations اللي ممكن تأثر على right side of the heart وتعمل right bundle branch block. من أشهر الحاجات فيها اللي بنلاقي فيها RSR داش باترن A في الرايت تشست ليدز زي ما ما شرحنا في الاي سي جي. فنسأل برضه على بارازيتيك انفستيشنز, ما يمنعش نسأل على اسوشيتد كونديشنز بقى زي مثلا واحد نسأله هل في ديابيتس ميليتس عند العيان, لان ده ريليتد لهاي انسس اوف كورونري هارت ديزيز عند الديابيتكس, تبركلوزس التي بي ممكن يعمل ايه في الارت, يعمل بيريكارديتس, تبركلس بيريكارديتس, هايبرتنشن, هيستوري اوف هايبرتنشن عشان لو داخل في ليفت سايدد هارت فيلير ممكن يبقى الهايبرتنشن هو السبب, هيستوري اوف كولاجين ديزيز, روماتويد, لوبس الى اخره, لان ممكن تعمل فالفر ليجنز وممكن تعمل برضه اسوشيتد بيريكارديتس, هيستوري اوف سيفيليس اللي ليه عشان الاورتيك ريجيرش ممكن والاورتيك انيوريزم كلها سايد او يعني مانيفيستيشنز ممكن لانواع السيفلس المختلفه تدمر الاورتيك فالف والارتري نفسه الاوريجين بتاعه يضعف الوول ويحصل انيوريزمال دايلاتيشن, فهيستوري اوف دايابيتس على الشان الكوروناري او تي بي عشان بيريكارديتس, هيستوري اوف هايبرتنشن نسال عشان الليفت فيلير, هيستوري اوف كولاجين ديزيز, هيستوري اوف سيكشوالي ترانسميتد ديسوردرز زي السيفلس, كاردياك اوبريشنز عامه وprevious treatment for cardiac conditions برضو يهمونا في الهيستوري, على أساس دي برضو indicative هو عامل operation معينة ما يمكن دي complication للإيه للoperation اللي حاصل إيه عنده النهاردة. الباست هيستوري برضو ما ننساش history of drug intake,
لان في بعض الادويه بالذات بتعمل اكيوت ديكومبنسيشن للهارت لو هو اصلا ديكومبنسيتد هارت وبدات بيها او دخل فيها علاج زي الانتي انفلاماتوري دراجز نون ستيرويدال تعمل صوديوم ريتينشن ممكن وتبص ليه عملت اوفرلود على الهارت واجريفيتنج الهارت فيلير. البيتا بلوكر برغم انها بتستخدم في علاج الكونجستيف هارت فيلير الكومبنسيتد لما نبدي الدايوريتكس الاول وبعد كده ندي بيتا بلوكرز من اجمل الحاجات، ولكن اذا واحد اخذ بيتا بلوكرز اي سبب من غير ما يكون واخد دايوريتكس وهو الهارت دي كومبنسيتد واخدها اول اوف ا سادن مش جرادوالي ممكن هي لوحدها تاجريفيت الايه الهارت فيلير بتاعه في المرحله الاولى. كالسيوم انتاجونيستس برضو زي الفيراباميل ده بينهبت الكاردياك كونتراكتيليتي، فطبعا لو واحد معرض لكارديك ديسفانكشن او هارت فيلير ممكن لو قللت الكونتراكتيليتي مور كالسيوم بلوكرز بالذات الفيرابامين ممكن تدخله في دي كومبنسيتد هارت فيلير. فيوم ما الاقي عيان في هارت فيلير ممكن يهمني قوي 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 اسال على الدراج انتيك عشان دي ممكن تعمل دي كومبنسيشن للهارت، وانا حطيتهم الاي بي سيز انتي انفلاماتوري دراجز البيتا بلوكرز لو اتخذت بكميات كبيره مره واحده ونوت جراديوال وحاله دي كومبنسيتد من غير ما كنت مدي دايوريتكس ممكن تاجريفيت الكونديشن برغم انها بتستخدم في العلاج زي ما قلنا يعني، بس لازم ايه بيبقى فيه وزده معينه في الاستخدام، ندي دايوريتك الاول ونديها فيري جراديوال الى اخره. كالسيوم انتاجونست فيرابامين يقلل الكاردياك كونتراكتيليتي او اي بي سي اهم ممكن ايه اجريفيت الايه الهارت فيلير ويخلوه في دي كومبنسيشن. الحقيقه هنا هوت برضو كدراج انتيك ما ننساش نشوف الاريثميز، في حاجات ادويه تعمل اريثميز زي ترايسايكليك انتي ديبريسنس كافيين كتير انتي سايكوتكس تعمل لونج كيو تي سيندروم والترس بترسادي بوا اللي هي شرحناها في الالكتروكارديوغرافي لو تفتكروا. البيريكاردايتس ها اسبابه في ادويه تعمل بيريكاردايتس زي اشهرهم الهيدرالازين والبروكيناميد من اشهر ما يمكن ايه كادويه تعمل بيريكاردايتس. بالمونري امبوليزم وفي غيرها في لست كبيره بس دي بندي اكزامبل. بالمونري امبوليزم دي طبعا نفكر في استخدام الكونتراسيبتيف بيلز هيستوري اوف يوزنج بيلز مي كوز ايه اولا هايبرتنشن كونتراسيبتيف بيلز اجريفيتد زائد انها تعمل ممكن ايه دي في تي بالذات اللي فيها استروجين كتير وممكن دي تؤدي لبالمونري امبوليزم. فيبقى دراج انتيك لو ريليشن للاريثميا ممكن تعمل اريثميا، دراج معينه ممكن تعمل بيريكاردايتس، دراجز معينه زي كونتراسيبتيف بيلز ممكن تعمل بالمونري امبوليزم وايه وهايبرتنشن. فكل دي حاجات ايه لازم ايه نضعها في اعتبارنا واحنا ايه بناخد الهيستوري من كاردياك بيشنت هيستوري اوف دراج انتيك، سواء حاجات دايركت مؤثره زي ما شفناها اللي فاتت تعمل دي كومبنسيشن للهارت او حاجات تعمل لي اريثميا بيريكاردايتس وامبوليزم. الفاميلي هيستوري الحقيقه برضو بنضمه هنا على الباست يعني على اساس ايه انه هو حجمه صغير في الهيستوري، بنسعى على هيستوري في اثيروسكليروزس انجينا او انفاركشن عيانين مثلا فاميليار هايبركوليستيروليميا بيجي لهم انفاركشن في سن صغير مهم قوي ايه نسال على الهيستوري ده لانها في فاميليال تندنسي لحالات الايه الهايبركوليستيروليميا والاثيروسكليروز. هيستوري اوف دايابيتس برضو ممكن يفسر العيان عنده دايابيتس مثلا وده بيأجريفيت ميني كاردياك كونديشنز انكلودينج الاثيروسكليروزس كورونري هارت ديزيز. هايبرتنشن برضو في بيبقى عائلي شويه فتبص تلاقي العيان الهايبرتنشن يقول لك انا ايه بابايا كان عنده او والدتي الى اخره. روماتيك فيفر برضو مهم نسال على الفاميلي هيستوري اتس نوت كلير هل في فاميليال تندنسي بيخلي الناس معرضه اكتر للروماتيك فيفر ولا انهم بيشير نفس الانفايرمنتال فاكتورز اللي بتعمل روماتيك فيفر وريكرنت تونسيلايتس يعني زي الايه الاتموسفير الدامب يكون ساكنين في حته ايه مفيش فنتيليشن كويس فيها الى اخره في الوينتر يجي لهم ريكرنت تونسيلايتس. فهل يا ترى هي فاميليال تندنسي عند الناس بعضها يجي لهم روماتيك فيفر واكتيفيتي ولا دي بيشير نفس الانفايرمنتال ايه فاكتورز مع بعض اللي بتؤدي لريكرنت تونسيلايتس وتعملها. فدي من الحاجات المهمه جدا نسال عنها الفاميلي هيستوري اوف اثيروسكليروزس دايابيتس هايبرتنشن والروماتيك ايه فيفر. والى اللقاء مع ليكتشر اخرى باذن الله. شكرا جزيلا.